اليوم أحدثكم عن النادي الإفريقي، هذا الكيان العظيم وهذا النادي الكبير الإفريقي. المدرسة وجمهورها هو مديرها وأستاذها، النادي الإفريقي الحكاية المتواصلة، النادي الإفريقي الأسطورة التي لا تريد الانتهاء، الإفريقي التي كتبت ملامحها الأولى في باب جديد وانتشرت في كامل أصقاع البلاد من شمالها إلى جنوبها. الخلايا تجدهم في تطاوين وفي مدنين وفي الخيروان وفي قفصة وفي كل أنحاء تونس. النادي الذي كتبت شعاره بألوان البلد الأحمر والأبيض، تلك القصة التي حاربت الاستعمار في بدايتها ومن ثم انطلقت في كتابة عصر الإنجازات والألقاب، الألقاب التي خاصة منها الرباعية التاريخية مع المدرب الروماني فالاتشي. وقتها كان الإفريقي بطلا لنصف العالم في الأفرو آسيوية. الإفريقي هذا ألقاب وهذا تاريخ مجيد، ولكن حاضر يريد منه الأنصار العودة للواجهة، عودة لرفع شعار النادي الإفريقي عاليا في القارة الإفريقية، هي التي غزاها في 91 كبطلا لها. ولكن اليوم يريد النادي الإفريقي أو يريد الجمهور وكنز الإفريقي من هذه المملكة، من هذه الإمبراطورية، في شهر عيد الميلاد كتب المطلب، في هذا الشهر شهر أكتوبر شهر عيد الميلاد الذي جدد فيه الجمهور الانتماء والوفاء وبطاقة الانخراط، وكل هذا مع تقبيل الشعار والافتخار بالنادي الإفريقي الذي لا يتعب من الأفراح رغم عز الأزمات. الإفريقي التي تخسر بالأربعة وبالثلاث ولكن تجد جمهورها مساندا مناصرا بكل قوة. اليوم الإفريقي هذا الصرح العظيم قد يخونه الكل ولكن لا يخونه أبدا أوفياءه ومناصريه، لذلك هذا العام ينتظر العودة والانطلاقة الحقيقية للقارة السوداء، القارة الإفريقية التي كان في يوم من الأيام بطلها النادي الإفريقي.